مرحبا بكم في هذا الفيديو. معكم أمينة من كيس برو ماروك. غادي نقدم لكم لي باك دي كيس اونغوجيستروز اللي تقدروا تخدموا بهم في لي سناك ولي ريستورون. لي باك اللي غادي ندوي عليهم اليوم كينقسموا لسيستيم ويندوز والسيستيم اندرويد. اول باك اللي كيخدم بسيستيم ويندوز كيتكون من اكران تاكتيل، لوجيسيال انتغري مخصص لي ريستورون لي سناك، امبريمونت روسو، تيغوار كيس اوتوماتيك، امبريمونت كويزين. بخصوص لو باك الثاني اللي كيخدم بسيستيم اندرويد كيتكون من اكران تاكتيل، لوجيسيال انتغري مخصص لي ريستورون لي سناك، امبريمونت روسو، تيغوار كيس اوتوماتيك، امبريمونت كويزين. بخصوص هاد لو باك كيقدر يجي حتى على هذا الشكل، ممكن اننا نشونجيو امبريمونت كويزين افيشور دو كوموند كويزين، كيديروا نفس الخدمه ولكن كل واحد شنو كيفضل. فانتوما بطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار، اما تاخذوا امبريمونت ولا تاخذوا افيشور دو كوموند كويزين على حسب الاختيار ديالكم. لو باك الثالث كيجي على هذا الشكل، كيتكون من طابليت، لوجيسيال انتغري مخصص لي سناك ولي ريستورون، امبريمونت روسو، تيغوار كيس اوتوماتيك، امبريمونت كويزين. هاد لو باك الثالث مناسب ليك الا كان عندك سناك صغير. وبطبيعه الحال هاد لي باك اللي كيخدموا بسيستيم اندرويد فيهم ميزه ديال لاكسي ا ديسطونس اللي كيخليك تراقب لاكتيفيتي ديالك غير من التليفون او من البيسي، سواء كنتي في الدار او في القهوه او مسافر او حتى عايش على برا، فهاد لو باك مناسب ليك. خصوص الناس اللي مهتمه او بغاو يعرفوا اكثر على هاد لي باك، فما عليهم غير يتواصلوا معنا عبر الواتساب او يزوروا الموقع الالكتروني. وما تنساش تابونا عندنا باش يوصلوك الفيديوهات ديالنا الجايين. ولا كنتي كتعرف شي واحد اللي عنده ريستورون ولا سناك بادي ولا عاد غادي يبدا، فما تنساش تصيفط ليه الفيديو باش حتى هو يستافد.